السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الكلمة لك. سرق الحوثيون المساعدات الإنسانية من أفواه الجوعى، هكذا أعلن برنامج الأغذية العالمي. باعوا الكثير من المعونات الإغاثية في السوق السوداء، حرموا اليمنيين الجوع من المنح الإنسانية والإغاثية عبر المنظمات الدولية المهتمة بمساعدة الشعب اليمني. عناوين كل هذه العبارات كانت عناوين كل صحف العالم ووكالات الأنباء ومحطات التلفزة في الإعلام الغربي والعربي والشرقي. صدم العالم بهذه الحقيقة، بينما اليمنيون لم تصدمهم هذه الجريمة، كونهم يعرفون الميليشيا حق المعرفة، وكون سرقة المساعدات قرينة للميليشيا منذ نشأتها الشيطانية الأولى. لماذا تأخرت الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمية 4 سنوات كي تعلن أن الميليشيا الحوثية تسرق المساعدات؟ كيف لمنظمة دولية ثلث ميزانيتها في الرقابة والتفتيش والتخطيط والإدارة أن تغيب عنها هذه الأدلة وهذه المعلومة الأكيدة التي تؤكد أن الحوثي يسرق المساعدات من أفواه الجوعى؟ الحوثي يسرق المساعدات من أفواه الجوعى هو عنوان حلقتنا لهذه الليلة. نستقبل مشاركاتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك الكلمة لك. قبل أن أبدأ باستقبال مشاركاتكم، دعونا نستعرض الاستطلاع الرأي الذي وضعناه على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، ابتداء من قناة سهيل، الحساب الرسمي للقناة على التويتر. وضعنا سؤالا: ماذا بعد إعلان الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي سرقت ميليشيا الحوثي للمساعدات الإنسانية من أفواه الجوعى؟ هل إجراءات رادعة ضد الحوثي، أم اعتماد اللامركزية في توزيع المساعدات، أم محاسبة مسؤولي نقاط التوزيع، مسؤولي الأمميين الذين كانوا يشرفون على نقاط التوزيع والتي سرقت الميليشيا الحوثية كل هذه المساعدات المهولة من تحت أيديهم؟ إذن صوت للخيار إجراءات رادعة ضد الحوثي، صوت لهذا الخيار 67%، أنه يجب أن تكون هناك إجراءات أممية من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ضد الحوثي باعتباره يسرق المساعدات الإنسانية. اعتماد اللامركزية للتوزيع، صوت لهذا الخيار 22%، محاسبة مسؤولي نقاط التوزيع الأمميين، صوت لهذا الخيار 11%. أما في استطلاع الرأي الذي وضعناه على صفحة البرنامج الكلمة لك، في هذا الاستطلاع قلنا: ماذا بعد إعلان الأمم المتحدة سرقت المساعدات الإنسانية من أفواه الجوعى من قبل الميليشيا الحوثية؟ هل إجراءات رادعة ضد الحوثي، أم اعتماد اللامركزية في التوزيع؟ صوت الخيار إجراءات رادعة ضد ميليشيا الحوثي، صوت لهذا الخيار 66%. أما اعتماد اللامركزية في التوزيع فقد صوت لهذا الخيار 34%. إذن الغالبية تقول يجب أن يحاسب المجتمع الدولي والأمم المتحدة الميليشيا الحوثية، ويجب فضحهم على مسمع ومرأى العالم، لأنهم سرقوا المساعدات الإنسانية التي كان الجوعى والمحتاجين بأمس الحاجة إليها. وقد وضعت أيضا استطلاعا للرأي في صفحتي على التويتر، قلت: لماذا تأخرت الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمية 4 سنوات كي تعلن أن ميليشيا الحوثي تسرق المساعدات الإنسانية من أفواه الجوعى؟ هل عدم توفر الأدلة والمعلومة، أم تواطؤ مسؤولين أمميين مع الميليشيا الحوثية في سرقة هذه المساعدات، أم رضوخ الأمم أو المنظمات الأممية لتهديدات الحوثي لذا سكتت كل هذه المدة من 4 سنوات، أم صحوة ضمير متأخرة؟ صوت للخيار عدم توفر الأدلة
والمعلومة صوت لهذا الخيار 2%. أن تأخر سبب تأخر الأمم المتحدة بإعلان أن الحوثي يسرق المساعدات عدم توفر الأدلة صوت لهذا الخيار 2%. تواطؤ المسؤولين الأمميين مع الميليشيا الحوثية في سرقة المساعدات صوت لهذا الخيار 87%، غالبية عظمى. أما رضوخهم لتهديد الحوثي 0%، لا أحد صوت لهذا الخيار، وصوت لخيار أن ذلك نتيجة صحوة ضمير لدى هذه المنظمات متأخرة، صحوة ضمير متأخرة، صوت لهذا الخيار 11%. إذن هذه مجمل الاستطلاعات التي وضعناها على صفحاتنا في الفيسبوك. لدي اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو محمد. أهلا وسهلا بك نبيل. نعم أبو محمد. هل كنا بحاجة إلى 4 سنوات من النهب والسرقة والعبث الحوثي للمساعدات الإنسانية كي يعلن برنامج الأغذية العالمية أن الحوثي يسرق المساعدات؟ يعني كل هذه المدة من النهب المنظم من مليارات الدولارات والأعداد المهولة من السرقات التي تسرقها الميليشيا وتسرق المساعدات من أفواه الجوعة، هل كنا بحاجة إلى ذلك؟ أخ محمد، منذ البداية والكل يعرف أساساً أن هؤلاء لصوف أرسل من جبال سرقوا حلم اليمنيين، سرقوا البلد، سرقوا الأسلحة الدولة، هذا في الشأن الداخلي والكل يعرف عالميا، الكل يعرف بهذا وهم يعرفون والمنظمات الإنسانية تعرف والكل يعرف، لكن هذا هو التواطؤ الناعم من المنظمات الأمم المتحدة وغيرها، هي تتعامل بالقانون كما تقول وبطريقة رسمية لكن تعرف أنهم يصرفوها في غير محلها. يعني نبيل الصوت غير واضح بشكل يعني بالشكل المطلوب، هل بتتكلم سبيكر؟ نعم. الآن تمام تفضل. يا أخ محمد، هؤلاء نحن نعرفهم، نحن كيمنيين، أنهم سرقوا حلمنا وسرقوا ثروته وسرقوا إرادة اليمنيين، أما الغذاء وهذا وغيره وهذا يعني لا حال، فهم معروفون منذ القدم، لكن المنظمات والتواطؤ الناعم هو هذا التواطؤ الناعم من قبل المنظمات الأممية، كلما ترى الغضب الشعبي وكلما ترى النار أتت من مناطق سيطرتهم تمدهم بمساعدات وهم يوزعها والكل يعرف ذلك، وأنهم يوزعها على أصحابهم على الذين هم في الجبهات والموالين لهم وسلالتهم ويأكلون الثروات. يعني حسب التقرير أقصد المنظمات أنهم يأكلون 60% والأربعين، يعني يسرقون 60% والـ40% الذي يوزعها 15% تصرف لميليشياتهم وللذين هم ولمقاتليهم. نعم كمقاتلين لهم فقط. أخ محمد، التواطؤ كان تواطؤ معروف الكل وليست أول مرة، يعني أعتقد في قناتكم وقنوات كثيرة نددت بهذا أنها تباع بالسوق وأنهم يغيرون العلامة التجارية واسم الإغاثة وغيره ويبيعها في الأسواق. لماذا صمت الأمم المتحدة أذنها عن هذه النداءات والتحذيرات المتكررة من قبل الحكومة الشرعية، من قبل اللجنة العليا للإغاثة، من قبل وسائل الإعلام المختلفة، من قبل المنظمات الحقوقية والمنظمات المدنية المحلية؟ لماذا صمتت كل هذه المدة حتى تعلن لنا بعد 4 سنوات من النهب المنظم للمساعدات؟ الكل يعرف الوكالة الأمريكية للتنمية، برنامج الغذاء العالمية، الاتحاد الأوروبي، اليونيسف، منظمة الصحة العالمية، كذلك كل هذه المنظمات، منظمة أكسدا، كلهم يعرفون ذلك وبس يتعاملون في القانون صرفنا ومنظمات إغاثية استلمتها ووزعتها ويوجد في تصوير وغيرها في القنوات والكل، وهم يعرفون أن هناك 40 منظمة إغاثية وهمية تتبع الحوثي في صنعاء وأسست من دوجة الحوثي، وهم يعرفون ذلك وأغلبها تذهب إلى الجبهات، وكذلك نعرف ناس كانوا لا يعني
لا حول ولا قوة ولا قوة، الآن بنوا الفلل والعمارات وكانوا لا شيء يذكرون، يعني شيء كان واضح. يعني يعني بعد رغم معرفة الأمم المتحدة ومنظماتها أن الحوثي يسرق المساعدات، إلا أنها تصر أن تبقى مقراتها الرئيسية في صنعاء، وتصر أيضا أن يبقى ميناء الحديدة هو المنفذ الرئيسي للمساعدات. إلى ماذا يدل ذلك؟ هو هذا التواطؤ الناعم الذي يكون بالقانون في الظاهر، لكن من فوق الطاولة أنه ظاهريا توزيع إغاثات إنسانية للمناطق لليمنيين في مناطق النزاع، لكن من تحت الطاولة هو إمداد الميليشيات وإنعاشهم وإنعاش ما تحتهم، وكذلك في بعض الأحيان من أجل إسكات غضب شعبي قد يقوم في مناطقهم فيوزعون ذرات الرماد من المواد الغذائية وغيرها. هل نتيجة إعلان البرنامج هي التقارير الدولية سواء عبر الوكالات، وكالة الأسوشيتد بريس التي فتحت النار والجحيم على المنظمات الدولية وسرقت المساعدات، إضافة إلى أن البي بي سي أيضا أصدرت تقريرا قبل أسابيع في هذا الخصوص، هل وجدت الأمم المتحدة نفسها في موقف حرج لذا أعلنت عن استحياء أن الحوثي يسرق المساعدات؟ أخ محمد، هي نحن في حرب، وسواء في المنظمات أو في الجانب السياسي أو العسكري أو غيره، نحن نتكلم الآن مثلا اليوم في برنامج عن الجانب الإغاثي والمنظمات الإغاثية. أعتقد أن هناك كسبت الشرعية نقاط واستطاعت ترفع تقارير بالصوت والصورة وكذلك بالأدلة، ومنظمات تتبع الشرعية استطاعت أن ترفع تقارير وإلى الأمم المتحدة فوضعتها في وجه صعب، فأنت تكسب نقاط وإذا سكتهم يكسبون نقاط عليك، وهكذا. يعني أنت تعرف أن منظمة حقوقية استطاعت أن تقلب الطاولة رأسا على عقب على الشرعية لأنها كسبت نقاط ورفعت تقارير، هؤلاء رفعوا تقارير من المنظمات وغيرها ونحن نعرفهم وهم مشكورين، استطاعوا أن يحرجوا المنظمات لأن كل شيء موثق. عندما تشتغل الشرعية، عندما يشتغل المنظمات، عندما يشتغل الجانب الإنساني في هذا المجال استطاعوا أن هل أنت هنا تشير بصورة غير مباشرة أن الشرعية لم تقم بدورها الحقيقي والمطلوب في فضح هذه الجريمة النكراء المتمثلة بسرقة المساعدات الإنسانية؟ جاءت متأخرة، هي لم تقم منذ البداية، جاءت متأخرة، وإلا أنا كما قلت لك في بداية مداخلتي ليست المرة الأولى في سواء في قناتكم، في قناة بلقيس، في قناة يمن شباب، في كثير من القنوات تندد بسرقة المساعدات، لكن لا 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 مغيث ولم يسمع أحد، لكن عندنا ورفعت تقارير ووضعتها في الزاوية الصعبة في أمر محرج خرجوا بالبيان هذا، وإلا هؤلاء إحنا هذا للخارج وضحنا لهم، أما نحن في الداخل يا أخ محمد هم الإماميين، هم أنفسهم الإماميين، أتى من أب وتعز في أيام الإمام يشكون إليه رفع الضرائب عليهم من عاملهم فقال والله إن الله سيحاسبني على ما بقى عليكم ما بقى معكم وليس ما تدفعونه لي. يعني هؤلاء سرقوا قوت اليمنيين، سرقوا حلم اليمنيين، سرقوا إرادتنا، فما بالك بالأغبياء. نعم. هؤلاء انقلب بالأول والأخير هم انقلب، بس نوضحهم للعالم واتضحت الصورة للعالم أن هؤلاء ميليشيات، وكل ما يصرف على المواد الغذائية يصرف للجبهات ويصرف لسلالتهم وأنقياءهم الذين بنوا الفلل. المنظمات الإغاثية كل مدخراتها في بيت بوت والأصبحي وغيرها فلل ولمشرفيها وغيرها، فلا بد من مراجعة لأداء المنظمات هذه والتعامل مع الشرعية الذي معترف بها عالميا، وعلى الشرعية أن تتحرك تنقذ مواطنيها تصرف هي تستطيع أن تعمل المستحيل. إذن من يصنع الجوع هم الحوثيون. أشكرك كل الشكر عبد نبيل الفقيه، كنت معنا نبيل الفقيه، على الشرعية أن تتحرك، أن تمضي قدما في سبيل أن يكون هناك توزيع عادل للمساعدات وحماية المساعدات من السرقة من قبل الميليشيا الحوثية. لدي اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أبو موسى. أبو الوسام الله يحفظك. أبو الوسام أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أبو الوسام. أبو الوسام، يعني هل أنت صدمت بمعلومة سرقة المساعدات من قبل الحوثيين أم أن الأمر معروف لديك
منذ بداية الحوثية وانقلابها. يا أستاذ محمد أنا أول شيء بقول لك أنا معك إن مع السرقة إنهم يسرقوا، بس أنا عندي معلومة أنا بقول لك للجميع، من أنا بقول لك شيء تمام؟ تفضل. والله يا أستاذ محمد كل سياسيين اليمن يسرقون المساعدات، لا يسرقون المساعدات ويسرقون فرحة المواطن يعني هكذا أنت دخلت كل الجميع في سلة واحدة. كل السياسيين والله العظيم لا ما هي الوطن ولا المواطن. إذا أنت تتهم الجميع بأنهم يسرقون المساعدات، ما هي الدلائل التي تؤكد ذلك؟ يا أستاذ محمد ألو. نعم أسمعك. حينما قلت لك يا أبو الوسام الدليل الدلائل والمعلومات أغلقت التليفون، لكن ما عليش احنا سنستقبلك مرة أخرى ولا مشكلة لك. لدي اتصال آخر. السلام عليكم. يعني من السلام عليكم. ألو. أهلا وسهلا بك، حاول أن تخفض صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف. الاسم الكريم. رجعت معك أبو الوسام، بس الخط انفصل من عندكم ممكن. لا يمكن. المهم أبو الوسام أنا قلت لك يعني قبل ما يغلق الخط يعني إذا فقدنا الاتصال به مرة أخرى. يعني هو أبو الوسام يقول أن الجميع متهم بسرقة المساعدات الإنسانية، إذا ما هي الدلائل والمعلومات؟ الأمم المتحدة تقول أن لديها أدلة ومعلومات ووثائق تؤكد أن ميليشيا الحوثي تسرق المساعدات الإنسانية، وهذه الأمم المتحدة منظمة دولية لديها. نعم لدي اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسين السنيني مرحبا بك. تحياتي لك يا أخي محمد. السنيدي. تحياتي لك وتحياتي لقناتكم الحرة. حياك الله أخي حسين. حسين هل يعني أسألك بوضوح، هل صدمت بالمعلومة التي قال عنها برنامج الأغذية العالمية أن الميليشيا تسرق المساعدات من أفواه الجوع الآن؟ أم أن هذه المعلومة موجودة ومعروفة لدى كل اليمنيين؟ يا أخي بالله عليك وش تطلب من الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة هي اللي تهرب السلاح للحوثيين، هل تطلب منهم أن يساعدونها؟ الأمم المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تدافع عن الحوثيين وعن الجرائم الحوثية. الأمم المتحدة هي من وقف القتال وهم عارفين أنهم يحتلون الميناء. الأمم المتحدة هي أكبر عدو للشعب اليمني، وهي اللي مزق الشعب اليمني بالقرارات، لن تنفذ القرارات حقها. وين القرار حقها اللي تحت البند السابع؟ يعني صمت هذه المنظمة لأربع سنوات دليل واضح على تواطؤها وربما دعمها للحوثية. يا حبيبي هم مع الحوثيين، وقرارات الأمم المتحدة مدفوعة من إيران، قرارات الأمم المتحدة وبريطانيا تأخذ مليارات من إيران على أساس مثل تنقذ الحوثيين. إذن ما هي الإجراءات الرادعة تجاه هذه الجريمة النكراء؟ هذه مساعدات وجدت للجوع، للمحتاجين، للفقراء، للمساكين الذين تقطعت بهم السبل، جريمة مروعة وجريمة لا يمكن أن تغتفر. أنا أقدم اقتراحي وشكرا لك يا أخ محمد. أول شيء شكرا رئيس الوزراء الجديد عبد الملك، هذا الذي جاء ينقذ اليمن. من؟ رئيس الوزراء. رئيس الوزراء المعين الآن هذا الابن الصحيح الذي يعمل لصالح اليمن، وأطلب منه أن يشل الوزراء الذي كانوا مع علي عبد الله والذي هم لا زالوا مثل موالين للحوثيين كلهم بالحكومة الشرعية، ولا وزير يعمل غير رئيس الوزراء الذي هو شريف صحيح. هو يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نلقي بهذه التهم جزافا، لأنه والله شوف كلهم الوزراء والله العظيم كلهم واحد لهم باسطين لهم على الأراضي في الجنوب وعندهم مليارات في الخارج ولهم عارفين وين الشعب اليمني. إذا حسين أقول لك هذا الوزراء نعم. كاملهم أولهم بندقر. لا بندقر. لا يعني على الأقل حسين نعم على الأقل يعني نحاول أن نعطي للشخصيات وللهيئات احترامها، ولا يمكن أن نطلق الاتهامات جزافا. لكن حسين دعنا في موضوعنا الأهم وهو سرقة المساعدات. يعني برأيك لماذا تصر الأمم المتحدة على أن تكون المساعدات مركزية من ميناء الحديدة التي كان يسيطر عليها ولا زال الحوثيون،
وأن يكون مقرها الرئيسي في صنعاء التي تحتلها الميليشيا الحوثية وليس في عدن التي هي العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليا. أنا أتمنى من الحكومة أن تكون لها يد قوية وأن يكون صوتها مسموع. لأن الحكومة هي اللي سلمت نفسها وخلت الحوثيين يقعدون هم وياهم على طاولة واحدة. الحكومة مفروض ما تتفاوض مع الحوثيين لأن في قرار أممي بتسليم وسحب من المدينة. لديها قرار أممي 22/16 يمكنها بالقوة أن تسترد الدولة وأن تعيد كل المدن. عندنا جيش يا أخي في مارب في حضرموت يا أخي، إيش معنا منهم؟ هذا بيأخذ الرواتب يا أخي؟ مفروض إجباريا هذا لا يتحركون يحررون البلد يا أخي، قادرين بنفس اليوم يحررون البلد إذا يصدقوا. إذن هل يعني هل نطلق على إعلان البرنامج العالمي لأن الحوثيين يسرقون المساعدات صح والضمير متأخرة، أم أن الأدلة والمعلومات لم تتوفر لديهم إلا الآن؟ يا حبيبي معروفين من أول يوم، معروفين الأمم المتحدة معاهم. إذن أربع سنوات من يودي لهم السلاح يا أخي؟ من يهرب لهم السلاح؟ إذن الأمم المتحدة تتواطأ بشكل واضح مع الميليشيا الحوثية؟ طبعا يا أخي، هذه معاهم قلبا وقالب، وهي الدولة ما بس الأمم المتحدة بالمساعدات، حتى السلاح هي اللي بتدعمهم بالسلاح. الأمم المتحدة وتحت العلم المتحدة كم مسكوا من سفن تبع الأمم المتحدة محملة بسلاح. إذن حسين السنيدي يقول أن الأمم المتحدة تدعم الميليشيا الحوثية بشكل واضح وصريح. أشكرك كل الشكر حسين السنيدي. لدي اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم. الاسم الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام. الصوت يتقطع. الاسم الكريم تفضل. تفضل. ابراهيم القحطاني. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك ابراهيم القحطاني، ارجو تغيير الاسم في الكابشن. نعم ابراهيم. ابراهيم. نعم اسمعك جيدا. اهلا وسهلا بك ابراهيم. ابراهيم، سرق الحوثيون المساعدات الإنسانية، هكذا أعلن البرنامج الأغذية العالمي. يعني من يتحمل المسؤولية في منح الميليشيا الفرصة لسرقة كل هذه المساعدات ولأربع سنوات متتالية؟ الصوت يتقطع يا إبراهيم. إبراهيم، معذرة الصوت يتقطع من المصدر. أشكرك إبراهيم على أي حال. لدي اتصال آخر. السلام عليكم. أبو أحمد مرحبا بك. حياك الله. أهلا وسهلا بك يا أبو أحمد. الله يبارك فيك سلمك. أهلا وسهلا أبو أحمد. يعني هل كان علينا أن ننتظر أربع سنوات حتى تعلن الأمم المتحدة أن الحوثي يسرق المساعدات، أم أن هذه المعلومة متوفرة لأبسط لأطرف يمني؟ يعني أن الحوثيين معروفين بإجرامهم بنهبهم بلصوصيتهم المعتادة منذ بداية مسيرتهم الشيطانية. لا ولا أمريكا ولا أحد غلطة، الحكومة حقنا. المشكلة في الحكومة. المشكلة مع الحكومة يتفاوض مع هذا القرود. هذا القرود ما لهم إلا القوة العسكرية بس، ولا لنا نرجع يمننا ووطننا إلا بالقوة العسكرية. أما نفراش الناس ونقول لهم شوفوا وعملوا وضغطوا عليهم، هذا كلام فارغ، هذا كلام مفروغ منه نهائيا. إذن يعني لابد من اتخاذ إجراءات رادعة وواضحة أمام هذه الميليشيا، ولابد من استرداد الدولة بالقوة بالحسم العسكري. إذا ما كان إجراءات رادعة وقوية وهذا نحن مرجعين ونطبقنا، ولا بنجسد لا بهذا الكلام الفارغ حق الحوثيين، ولا هم متفاوضين ولا عندهم لا عهد ولا ميثاق هذا للمجرمين. لماذا الأمم المتحدة تسعى أيضا لفرض أجندات، لفرض يعني أن يكون هناك سلام مع هذه الميليشيا رغم
أنها أعلنت الآن أنها هذه الميليشيا تسرق المساعدات من أفواه الجوعى، وهذه جريمة مركبة و يعني بحاجة إلى أن يستنكرها العالم أجمع. أكيد أكيد هذا جريمة كبيرة، هذا جريمة إنما لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملة أبوهم، دائما يدور والمجرمين ويدور والأشرار يشجعوهم، هذا أولاد الأمم المتحدة وأمريكا وأشكالهم. يعني صمتت الأمم المتحدة 4 سنوات حتى تمنح الميليشيا فرصة للدعم عبر المساعدات الإنسانية؟ يوم شافوا إن قد الرجاجي الخلاف طوقوهم من الحديد وقد ما يحرروا الحديد وكذا، قالوا يا غارته وقفوا يا غارته غوروا للحديد ووقفوهم لا يشلوها. إذن يعني مثلا اهتمام الأمم المتحدة والميليشيا الحوثية بإيقاف التحرير عن الحديدة هي من أجل أن يستمر تدفق المساعدات الإنسانية لينهبوا ما تبقى منها، أن يستمر تدفق المساعدات الحوثيين وأن يستمر الحوثيين في إجرامهم وفي عملهم الإجرامي، هذا هو الكلام. وإحنا عندما تعرف أن عندنا قرار 2216 على أن نرد الدولة بالقوة على أن نرجع الدولة بالقوة من هذا ولا البرود من هذا ولا المجرمين أعداء الله. إذن علينا أيضا أن نستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2216 في سبيل استرداد الدولة بالقوة. كيف تعطونا قرار ما تبغوا تتراووا وتصلحوا بنا كذا أو يعني تبغوا تنقضوا؟ لماذا يعني مثلا الأمم المتحدة تعثرت عن تنفيذ هذا القرار بينما القرار 2451 لم يكمل حبره، لم يجف حبره إلا وباتريك في الحديدة؟ ما تعثر يا عزيزي ولا شيء، هذا لا يدعمه الميليشيات علني، هذا لا يدعمه الميليشيات علني، كل شيء شوف ايش يقولوا انه لازم ان المساعدات والمواد الغذائية والكذا تصدر من بين الحديدة وبين الحديدة تحت الحوثيين وتكون في المركز، والحوثيين يسرقون المساعدات والمركز يقول صنعاء، ما يقولون شيء العاصمة المؤقتة الرئيسية عدن. إذن يعني من خلال حديث أبو أحمد أن الأمم المتحدة ضالعة في هذه الجريمة، أشكرك كل الشكر أبو أحمد. أبو أحمد يؤكد على أن الأمم المتحدة ضالعة في تمكين الميليشيا الحوثية من سرقة المساعدات. لدي إبراهيم القحطاني، مرحبا بك إبراهيم. السلام عليكم يا أخ محمد وحيا قناتك المناضلة والحرة. حياك الله يا إبراهيم. إبراهيم، الحوثي يسرق المساعدات، هل هذه المعلومة جديدة بالنسبة لك أم أن الحوثي منذ نشأته منذ بداية مسيرته قائمة على السرقة على النهب على اللصوصية على القتل وغيره؟ هم البداية قاموا على هكذا، قاموا على السرق وعلى النهب. المشكلة الأمم المتحدة نعم الأمم المتحدة مشكلة لديها معلوماتها قارية قبل 4 سنة بأن هؤلاء الميليشيات يبيعوا المساعدات في الأسواق، وجدنا في المتارس الأمامية نعم المساعدات مع المتارس العدو. الآن اللي معاه مشرفين يبيعوا هذا التغذية ويدوها مجهود حربي ليمونوا بها العمليات الحربية عندهم، لكن المشكلة للأسف الشديد ما هي المشكلة؟ الآن العدو في الأمم المتحدة في بداية عام جديد تريد أن تروج هذا الكلام من أجل ما تريد استفزاز مبالغ من دول الخليج من أجل يمونوا مشاريعها، وهي للتجديد البرنامج العربي اللي لها في يعني بعد هذه الفضيحة الكبرى بسرقة المساعدات تطلب الأمم المتحدة تمويل المساعدات حتى تصل إلى الحوثي. حقيقة نعم، الآن بدأت هذه الكلمة من أجل تستعطف لدول الخليج من أجل تزود مبالغ مالية، وهي لا زالت تدعمهم جهارا النهار بالمفتوح يا أخي. إذن ما هي الإجراءات الرادعة التي يجب على الحكومة على التحالف على المجتمع الدولي نفسه أن يفعلها أمام هذه الجريمة النكراء؟ إبراهيم، إذن فقدنا الاتصال بإبراهيم. مشاهدين الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال واستطلاع واستعراض آرائكم حول سرقة الميليشيا الحوثية للمساعدات الإنسانية من أفواه الجوعى. ابقوا معنا.
مرحبا بكم من جديد في برنامج الكلمة لك. في هذه الحلقة نناقش سرقة الميليشيا الحوثية للمساعدات الإنسانية من أفواه الجوع، هكذا أعلن برنامج الأغذية العالمي في بيان صادم للمجتمع الدولي وأيضا للإعلام الدولي. لكن بالنسبة لليمنيين يعرفون حق المعرفة، يعرفون الميليشيا حق المعرفة أن مسيرتها قائمة على السرقة والنهب واللصوصية والقتل وكل الجرائم والانتهاكات. دعونا نقرأ بعض التعليقات والمنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي. هناك هاشتاجين، هناك هاشتاجان يكتب فيها الناشطون والإعلاميون واليمنيون على وجه الخصوص: الحوثي يسرق المساعدات، أو الحوثي يستولي على طعام الجياع. دعونا نقرأ بعض التعليقات التي وردت في أولا: الأمم المتحدة تؤكد نهب ميليشيا الحوثي قوت الجائعين. برنامج الأغذية العالمي يقول: نمتلك أدلة ثبوتية للاستيلاء الميليشيا الحوثية على المساعدات الإغاثية، ونؤكد تلاعبها ببطاقات المساعدات وعرضها في الأسواق السوداء. أيضا الأدلة أثبتت قيام الشاحنات بنقل المواد الغذائية بشكل غير مشروع. وطبعا كل هذا الذي أعلن هذا التصريح وديفيد بيزلي الرئيس منظمة برنامج الأغذية العالمية. أما المحامي فيصل هزاع يقول: يسرقون أقوات المساكين، يا لها من وظيفة تقوم بها الميليشيا على أكمل وجه، أصبحت ثابتة في كل العالم، لكنهم أيضا يسرقون أرواح الناس ودماءهم. وكما توصل العالم لجريمة سرقة الأقوات، سيصل حتما لجريمة سرقة الأرواح. شاهت الوجوه أيها القتلة، الكهنة الحوثي يستولي على طعام الجيع. أما اليمنية، يمنية هكذا تسمي نفسها على تويتر، تقول: تصريح ديفيد بيزلي مدير برنامج الغذاء العالمي حول الممارسات الحوثية يقول: إن هذا السلوك يرقى إلى سرقة الطعام من أفواه الجياع في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يملكون ما يكفي من الطعام. هذا أمر شنيع، يجب أن يتوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور. هكذا قال ديفيد بيزلي. أما حاتم السعدون وهو ناشط عراقي يقول: الحوثي جماعة إرهابية من صنع إيران، لم يدع أي وسيلة إلا واستخدمها مع الشعب، دمر وطن وأفقره، قتل، وحاليا يسرق ما تبقى، يسرق الطعام من أيديهم وأمام أعينهم، والمنظمات الدولية تتابع بصمت. الحوثي يستولي على طعام الجياع. أما محمد التهامي فقد كتب أيضا تغريدة يقول: ميليشيا الحوثي الإرهابية تسرق طعام الجياع لكي تزداد المعاناة، ويتوهم المجتمع الدولي بأن المعاناة تزداد بسبب التحالف، بينما السبب الحقيقي لهذه الجريمة هي الميليشيا الحوثية. أما سيف عبد الكريم فقد كتب أيضا تغريدة يقول: جريمة ليست جديدة على جماعة إرهابية ترعاها وتدعمها إيران، في صمت معتاد من منظمات حقوق الإنسان عن مثل هذه الجرائم. أما فهد الحميري فقد كتب يقول: 4 سنوات ونحن نصيح بأعلى الصوت الحوثي ينهب المساعدات ويبيعها في الأسواق لتجار معروفين، والوسطاء ناس محسوبين على المنظمة ولا بمن سمع لنا صوت. أما طبعا جريمة أخرى أيضا يرتكبها الحوثيون، جريمة جديدة، الحوثيون أيضا ينهبون زكاة اليمنيين، إيرادات الزكاة في صنعاء فقط 140 مليون. زعيم الانقلابيين طالب بتغيير قانون الإيرادات الزكوي للسيطرة عليه، في الربع الأول فقط 140 مليون ريال تم نهبها وهي إيرادات زكوية. المسلحون الحوثيون أيضا يداهمون محلات تجارية للاستيلاء على الإيرادات الزكوية. أما عبد القادر الجنيد، الدكتور عبد القادر الجنيد يقول: لصوصية الحوثي وسرقة الإغاثات الإنسانية سبب الجوع في اليمن. تقريران من برنامج الغذاء العالمي والأسوشيتد بريس يثيران ضجة عالمية، والأمم المتحدة تقر
بصحة المعلومات. التقارير ليست في الأسوشيتد بريس ولا الأغذية العالمي، وإنما أيضا في الجارديان، في صحيفة الجارديان البريطانية، وصحيفة الواشنطن بوست التي تحدثت في تقرير مهم من صنعاء عن قمع الميليشيا الحوثية ونهبهم لموارد اليمنيين. أما أيضا عبد القادر الجنيد يقول في تغريدة له: أسباب الكارثة الإنسانية رغم توفر المواد الإغاثية والمساعدات في اليمن، فشل الأمم المتحدة ومنظمات دولية في توزيع المساعدات، لصوصية الحوثي، محاباة وفساد وسبهللت الشرعية، أو سبهلل هكذا يقال باللهجة الدارجة. أما سالم آل سحمان الناشط الخليجي يقول: الحوثي يستولي على طعام الجياع، تواصل الميليشيا الحوثية نهب وسرقة المساعدات الإنسانية الدولية المقدمة لشعب اليمن وبيعها في السوق السوداء، ومن ثم تحصيل أموالها من أجل إبقاء اليمنيين الموجودين في مناطق سيطرتهم تحت رحمة الميليشيا. أما أيضا الصحفي خالد العلواني يقول: كانت الكارثة الإنسانية التي صنعتها الميليشيا الحوثية في اليمن الرافعة التي استخدمتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف تقدم قوات الشرعية وتحريرها للحديدة تحت لافتة الأزمة الإنسانية وموانئها. الأمر الذي يوجب اليوم على مستخدمي هذه الرافعة وهذه الذريعة المجاعة المستخدمي رافعة المجاعة الضغط على الميليشيا لإنهاء المأساة وعدم التورط في مكافأة الانقلابيين. الباحث والكاتب نبيل البكيري أيضا قال: فجأة تحدث العالم عن مجاعة في اليمن كذريعة لإيقاف معركة تحرير الحديدة من الميليشيا الميليشيا الحوثية، وهذا ما تحقق حتى الآن. تقارير كثيرة تقول اليوم إن الميليشيا تسرق المساعدات الإنسانية وتبيعها كمجهود حربي، ولكن العالم صامت حتى الآن عن هذه الفضيحة المدوية التي ستكشف عن تواطؤ مع هذه الجريمة، تواطؤ المجتمع الدولي، تواطؤ الأمم المتحدة، وكل هذا كي يمنعوا تواصل تقدم الجيش والشرعية في سبيل استرداد الدولة. أما الفنان الكوميدي والإعلامي زكريا الربع يقول: بعد 4 سنوات من الدماء، حروب، تسلط على رقاب الناس، تدمير حاضرهم ومصادرة حقوقهم، يذهلنا العالم الغربي باكتشافاته المتأخرة عن ملامح هذه الجماعة الدموية. واشنطن بوست تكتشف حالات تعذيب وحشية، منظمة الغذاء العالمي تكتشف أن الحوثيين يسرقون المساعدات. نحتاج 1000 عام حتى تعرفوا هذه السلالة العفنة وهذه الميليشيا الحوثية. هل نحن بحاجة إلى كل هذه الأعوام كي يكتشف العالم الغربي أن هذه الميليشيا الدموية تمتهن اللصوصية والقتل والإرهاب كي يكون وسيلة للبقاء؟ فيما الشعب اليمني في اليمن مونيتور، فيما الشعب اليمني يتضور جوعا ويصرخ السكان في صنعاء: نحن جوعى والموظفون دون رواتب. يقوم الحوثيون، انظروا هذه الصورة تؤكد ذلك، بينما هذا العجل الحوثي عبد محمد الحوثي وهو في بحبوحة في قصور مسروقة، وانظروا إلى نتيجة نهبهم وسرقتهم. طبعا يمن مونيتور تقول في هذه الصورة المؤلمة، يمن مونيتور تقول: الموظفون دون رواتب، فيما الحوثيون بشراء سيارات بورش ورانج روفر قيمتها 200,000 دولار، هكذا تقول الواشنطن بوست. هل هناك صحوة متأخرة لدى هذا العالم؟ دعونا نتابع هذا الفلاش الذي يتحدث في بشكل قصير عن استيلاء الميليشيا الحوثية لطعام الجياع. البسكوت والعصير اللي كان يجيكم تغذيه، وهو اهل سعودي يعني. ايوه سعودي. منين كان يجيكم؟ من السعودي. من حق الاغاثه. الاغاثه. ودوا حق الاغاثه بدل ما يدوها المساكين، يدوها لكم قفلوها. الميليشيات. ها؟
هنا مكان وجدنا كمية من المساعدات الإنسانية التي تخفيها ميليشيات الحوثي، ووجدنا عليها كمية هائلة من الغمح والرز والسكر والدقيق والسمن واللبن وما شابه ذلك. بالتأكيد المنظمات الدولية تقدم مساعدات اليمن، لكن هذه المساعدات لا تعكس أو لا يعني تعكس الحجم الكبير للمبالغ التي تقدمها الدول المانحة لليمنيين. لا يظهر أو لا تظهر هذه المساعدات في الأرض وليس لها أثر مباشر وواضح، بالعكس كل ما مرت السنوات كل ما كان الوضع أكثر سوءا، تحديدا في مناطق سيطرة الحوثيين نشاهد صور مؤلمة جدا. أتينا هنا يكتبون هنا يشلوا أسامنا ولا يندون لنا أي حاجة، الناس يستلموا من يعلم من فرق، ونحن داخل الحفرة هذه هبون هنا في المدرسة هذه. وهذا فلاش آخر عن استيلاء الميليشيا الحوثية لطعام الجيع. بعد كل هذه الحقائق وهذه الجرائم النكراء التي ترتكبها الميليشيا والتي تسرق اللقمة من أفواه الجوعى وتترك الأطفال يموتون ويتضورون جوعا، بعد كل هذه الحقائق هل ما زال أحد لا يعرف حقيقة وإرهاب وجرائم هذه الميليشيا الحوثية؟ نتمنى أن يصحو، أن تكون هناك صحوة ضمير للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي كي يعرفوا حقيقة هذه الميليشيا الدموية الإرهابية السلالية الانقلابية. شكرا لكم، في أمان الله.